نعم تحية اليوم 24 هذه الوقفة الاحتجاجية اللي دعا لها ثلاثة المكونات إقليميا اللي هما التنسيق الوطني لقطاع التعليم بتطوان والتنسيقية الوطنية للثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم الإداري. هاد الدعم الاجتماعي هاد الوقفة تأتي في سياق واحد البرنامج نضالي تصعيدي منذ 5 أكتوبر مرورا بالمسيرة التاريخية لسبعة نوفمبر اللي كانت يعني تاريخية بكل المقاييس واللي كتجسد فعلا الوحدة الميدانية للشغيلة العمومية عموما. إذا هذا البرنامج النضالي مستمر إلى حين يعني تلبية المطالب والحقوق ديال النساء ورجال التعليم بكل فئاتهم بدءا أو على رأسها نظام الأساسي التراجعي اللي عملت الوزارة على إصداره واللي ما كيلبش بتاتا المطالب ولا الحقوق ديال الشغيلة التعليمية. إذا فيه واحد العدد ديال المواد اللي هي تراجعية فيما يتعلق بالترقية فيما يتعلق بالعقوبات فيما يتعلق ب يعني إضافة عمل آخر أعمال أخرى لهيئة التدريس. ثم يعني نحن كما قلت هذا التنسيق الوطني ولا الهيئات اللي معاه كترفض رفضا قاطعا هذا النظام الأساسي التراجعي ونطالب بإخراج نظام أساسي جديد يلبي كافة المطالب والحقوق ديال الشغيلة التعليمية بكل فئاتها. ونحن مستمرون إلى غاية تلبية المطالب جميع مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها. كاين هذه المسألة ديال أنه الهدر ديال الزمن المدرسي بالنسبة للتلميذ، نقول للوزارة والحكومة أن العملية التعليمية فيها ثلاثة العناصر، فيها الأسرة والأستاذ والتلميذ، وأي خلل في واحد العنصر من هذه العناصر يعني أنه كيكون التعليم غير جدي وغير سليم، العملية التعليمية غير سليمة. وهنا كاين المحور ديال الأستاذ اللي إلا ما لبينالوش المطالب ديالو اللي هي مطروحة وعلى رأسها كما قلت نظام أساسي جديد ما غادي تكونش العملية التعليمية كما هي. وشكرا. تحية طيبة. اليوم جئنا كرجال وكنساء ديال التعليم كأساتذة وكأطر الدعم من أجل أن نقول للمرة الألف لا للنظام الأساسي لا لإقبار الوظيفة العمومية التي تحاول الحكومات المتعاقبة وتحاول الدولة المغربية القضاء عليها وتفويضها للقطاع الخاص وأن تصبح المدرسة المغربية مدرسة مباعة في مزاد علني. اليوم جينا باش نقولوا حرية كرامة عدالة اجتماعية، جينا باش ندافعوا على الحق ديال ديك التلميذ اليوم في واحد المدرسة عمومية مجانية. كذلك جينا كأساتذة وكأطر دعم مفروض علينا التعاقد باش نقولوا لا لمخطط التعاقد الذي انزلته الوزاره سنه 2016 وباقي الامتدادات ديالو حتى الحدود الساعه. وما هذا النظام الاساسي الجديد الا شكل من اشكال التعاقد. كذلك جيت كاطار ديال الدعم الاجتماعي باش نناضل لمجموعه المطالب التي تعاني منها هذه الفئه اللي من بينها عدد ساعات العمل التي نشتغل بها والتي هي اداريه ولا سند قانوني لها، كذلك المهام، كذلك مجموعه من المطالب الاخرى التي لا تخرج عن المطالب التي يناضل عنها التنسيق الوطني لقطاع التعليم. وتحيه عاليه. اذا في اطار السيروره النضاليه ديال البرنامج الموحد المسطر من تنسيقيه الثالث، اذا حنايا في هذه الوقفه هذه كوقفه انذاريه مره اخرى اللي كتوج ثلاث ايام ديال الاضراب ديالنا احتجاجا على هذا النظام الاساسي، احتجاجا على ما جاء فيه، احتجاجا من اجل اعاده اعتبار المدرسه العموميه، من اجل الدفاع عن كرامتنا. وكنغتنم هذه الفرصه هذه باش نعمل بعض الردود. اذا كنرد على السيد وزير العدل، كنقول له السيد وزير العدل الدوله ما كتسيرش من منطقه صعصع وضرب في الطبله، انت رجل دوله خصو يكون فيك الوقار والهيبه لانك تمثل دوله بعمر 12 قرن. الدوله هذه ما منهوناش بشخص بيك ولا بشي واحد اخر.
وانت ما لا علاقه لك بالتعليم، خليك انت غير تبرد الملفات ديالك. راه عارفين حنا الفضائح في المباراه ديال المحاماه، وما قدرتي تشوف في الاخر درتي له المباراه، عييتي ما تصحصح وضرب في الطاوله وفي الاخر عملتي مباراه. اذا الشغيله التعليميه خليك بعيد عليها، راه حنا 300,000 راه لا نعد على رؤوس الاصابع، حنا شغيله تعليميه، حنا غير في الشارع، حنا بنات العقول، حنا اللي كنكونوا الجيل القادم اللي غير هن المصير لهذه الامه هذه. اذا السيد وزير العدل كنبهوك ما تعاودش تطاول على شي اختصاص ماشي ديالك، وكنتقل للقاده الاغلبيه، السادة القاده الاغلبيه راه ما غادي تعملوا شي معانا الترغيب والترهيب ولا العصا والجزاره، واحد ظريف وواحد راه الحوار وحسنيه بديناها من الاول ملي جات الحكومه. حنايا 50 اجتماع تقني ما النتيجه، نظام اساسي هشيم عامر بالعقوبات، عامر بالمقتضيات التعسفيه، نظام اساسي تراجعي بكل امتياز، حتى المكاسب اللي كانوا في النظام الاساسي 2003 تراجعتوا عليهم. اذا اليوم كنبهوا الوزاره ومن خلالها الحكومه كامله، راه الشغيله التعليميه راه غتبقى في الساحه مستمره حسنيه، المفروض يجي منكم انتوما، لان انتوما سلطه القرار، انتوما اللي كتسيروا المرافق العموميه، انتوما اللي كتدبروا السياسات العموميه. اذا بينوا لنا انتوما حسن النيه كما حنا هذه عامين وحنا كننتظروا النتائج، وكانت النتائج مخزيه مخيبه للامال ومخيبه للجميع. وكنذكركم بان حنايا ما زلنا مستمرين وساحه النضال بيننا. وشكرا. السلام عليكم، انا استاذه جيت اليوم. علاش جيت؟ جيت على ثلاثه الحاجات، لان انا غسيلو الزوبه، الكاس فاض بالنسبه للتصريحات الاخيره ديال السيد رئيس الحكومه والسيد الوزير بن موسى والسيد الوزيره ديال العدل وهبي. تصريحات اذا كانت كتنم على شي حاجه فهي كتنم على العبط والهبل، وبنادم ما عارف حتى شي حاجه على سميتو على الوزارات اللي كيسيرها، وما عنده حتى شي فكره على شنو بغينا ولا علاش كنناضلو ولا علاش ولا شنو كنطالبو ولا باياش علاش كنحتاجو. فقط كيعطي مغالطات وتصريحات وهميه لا تمت للواقع بصله، سواء بالنسبه للمحفزات وبالنسبه للمكتسبات اللي جا بها النظام الاساسي او نظام المآسي كيفاش كنسميوه حنايا. راه داك الهضره كلنا هضره خاويه وما كتعني حتى شي حاجه. حنا كنضلوا علينا وعلى ولاد الشعب وعلى المدرسه العموميه، باش تبقى مدرسه عموميه، باش ما توليش مدرسه خاصه وما توليش مقاوله. وهو تصريح ديال الوزير وهبي اللي كيقول بانه ورا بن موسى، حنا ورا بعضياتنا ورا الشعب ورا النضال ديال الشعب ورا وليدات الشعب، باش يقراو وباش يوصلوا وباش يولي اللي غيوصل للمراكز المسؤوله والمراكز ديال الحكومه والمراكز ديال القرار يكون فعلا واعي، شخص واعي وشخص مطالع وشخص عارف شنو كاين من تحت الخبايا اللي مخبيه. احنا جينا اليوم باش نوصلوا كلمه للسيد الوزير، كلمه معناها ان النظام الاساسي مجحف، النظام الاساسي لا نريده، النظام الاساسي لم يكن يعني بطريقه تشاركيه بين مختلف الفاعلين، النظام الاساسي اسقط من السماء بمقابل العقوبات، في حين ان جميع الاصلاحات الاخرى كانت صريحه، مثال اصلاح الصحه واصلاح العدل. وبالتالي نحن نقول نحن قطاعات، يعني نحن قطاع التعليم شأننا شأن في ذلك جميع القطاعات الأخرى. وبالتالي يجب أن يكون هناك حل منصف للأستاذ، حل منصف للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها. هذا ما نؤكد عليه من خلال هذه الوقفات ومن خلال الأشكال النضالية التي نقوم بها على مختلف ربوع المملكة. لهذا نقول دائما أن يعني شيء مهم هو أن مسألة ديال إضاعة توقيت يعني التلاميذ هو مسألة الوزارة، الأمر يتعلق بالوزارة، الحل لدى الوزارة. وبالتالي نحمل الوزير كل ما من شأنه أن يخل بعملية تعليمية تعلمية. وشكرا.